لما أداة وجود لوجود، وهذا هو أحد معاني لما الثلاثة، فإنها تأتي كما قيل أداة وجود لوجود، ثانيا تأتي على أنها حرف جزم، أداة جزم تجزم الفعل المضارع وتنفيه وتقلبه من الحاضر إلى الماضي. مثالها قال تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فيدخل فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه السكون، لكن أين السكون؟ حذف لالتقاء الساكنين، فهي أداة جزم. أداة نفي نفت دخول الإيمان. أداة قلب يدخل فعل مضارع للحاضر أو الاستقبال، لكنها قلبته إلى الماضي، يعني ما دخل الإيمان. النوع الثالث أنها تكون أداة استثناء، أو بمعنى أداة الاستثناء، وعلامتها في الغالب أن يسبقها إن المخففة التي هي بمعنى ما النافية. قال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، إن اجعل في مقامها ما، ولما اجعل في مقامها إلا، فيكون المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ. قال تعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي ما كل إلا جميع لدينا محضرون. وهذه ميزة، يعني إذا عرفت هذه الأقسام عرفت معنى كل واحدة.